إذا جاهلتك المرأة وفعلت هاي الحركة فتأكد إنها مهووسة بك إذا كنت أول مرة بتشوف القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات حتى تتوصل بكل جديد وإذا عجبك الموضوع خلي لي لايك وكومنت دعما تشجيعا لي حتى أقدم المزيد من الفيديوهات وهلا خلينا نبدأ بالموضوع التجاهل موضوع بيعاني منه الكثير من شركاء الحياة سواء من طرف المرأة او من طرف الرجل، لكن بهذا الفيديو راح نتكلم بالتحديد عن تجاهل المرأة للرجل يمكن أن المرأة تتجاهل الرجل لعدة أسباب سواء مرت بتجارب سلبية وفاشلة بالسابق أو إذا ما كان عندها ثقة بنفسها وبتخاف أنها ما تكون ملتزمة وجدية في علاقتها مع الشريك أو إن بيكون عندها شك في قدرة الرجل على فهم احتياجاتها وبيبقى التواصل الصريح والمفتوح قادر على بناء الثقة وتجاوز هي التحديات عند المرأة لكن غالبا ما بتعمل المرأة تصرفات وحركات ما بيقدر الرجل يفهمها أو يفسرها بالرغم من تجاهلها له بهذا الفيديو راح أشارك معكم ثلاث حركات بتعملهم المرأة لما بتتجاهل الرجل وهي الحركات بتدل على إنها مهتمة به وبتحبه ومهووسة به أول حركة بتعملها المرأة بعد ما تتجاهل الرجل بتبين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فحتى اذا تجاهلت المراه الرجل في الواقع لاي سبب من الاسباب اللي ذكرتها في بدايه الفيديو بالمقابل اذا لاحظت انها مثلا تتصفح صورك او منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وبتعمل ردود افعال على منشوراتك القديمه فهذا دليل على انها مهتمه بك لدرجه انها بتحاول تعرف كل التفاصيل عنك من خلال صورك القديمه او منشوراتك وبتتفاعل معها فهذا دليل على انها مهتمه ومعجبه بك ثاني حركة بتعملها المرأة بتدل على أنها مهتمة بالرجل ومعجبة به بالرغم من تجاهلها لي هي أنها بتختلق الصدف وبتلاحظ تواجدها دائما في نفس الأماكن يلي بتكون أنت متواجد فيها فبالرغم من أنها تجاهلتك في الواقع وأظهرت لك الرفض إن فتحت معاها الموضوع وأفصحت لك عن عدم اهتمامها بالموضوع لكن إذا كانت معجبة بك رح تضل تبحث وتستفسر عن كل التفاصيل الخاصة بك حتى تعرف اهتماماتك وتعرف الأماكن يلي أنت متعود تروح لها فبتلاقيها في نفس المكان والزمان يلي أنت بتكون في هاي الأماكن وبتخليها تبين على أنها مجرد صدف وهذه علامة مهمة بتدل على أنها مهتمة بك ومعجبة بك ثالث وآخر علامة راح أتكلم عنها بهذا الفيديو واللي بتعملها المرأة لما بتتجاهل الرجل لكن بتدل على اهتمامها وإعجابها به وهي علامة بتبين من خلال لغة الجسد وهي إحمرار الوجه هذا الشيء بيصير إذا جمعكم موقف معين فاحمرار الوجه مش دائما بيكون دليل على الحرج يمكن يكون بسبب الخجل فبيبقى احمرار الوجه من أكثر الإشارات الواضحة يلي بتدل على الإعجاب وهذا الشيء بسبب الانفعالات العاطفية اللي بتصير للمرأة لما بتشوف شخص بتحبه هنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى دعمكم للقناة بلايك وكومنت وشير للمقطع مع أصحابكم بلقاكم بفيديو قادم وسلام سلام